صراعات وأزمات، لاحق اللي أخذوا مليارات البلد، لا تلاحق المساكين هذول. وقضايا مصيرية، ما دمت لا تعرف تطبق هذا التشريع فلا تشرع. تجتاح العالم بأسره. احنا مشكلتنا احيانا في الموظف والرئيس. المشاريع المتعثرة اوقف كل مجرم او كل ارهاب له هدف معين نرصدها. هذا سيتخذ جستة وسيلة ضغط على المملكة العربية السعودية. نقرأ الواقع بشفافية وتجرد. كيف تم الفريق الاقتصادي في السابق إدارة الفائض المالي؟ ونفتح كل الملفات. هذه القرارات وهذه الإجراءات فكرة جيدة لترشيد الإنفاق الوظيفي. على طاولة الحوار، انظر إلى الوضع في سوريا الآن. القطيعة بين البلدين ليست في صالحهما ولا في صالح القوم العربي بالمطلق. في الأسبوع في ساعة، السبت الساعة 10 مساء على خليجية.